على امريكا ان تتفهم جيدا كيفية تعاون الاسرة مع الامن العام سواء كان الجيش والشرطة المصرية او العاملين في السفارة الامريكية، وهذا ما نحرص عليه في الزي العام الذي يلبسه اخواننا في الحفظ على الامن العام. فقد ألح علي كثير من الناس سواء في لقاءات متعددة او عبر الاتصال ان يخترقوا السفارة الامريكية وهم يريدون ان يفقوا ارواحهم نصرة للشيخ اعتقادا منه بجواز هذا العمل شرعا، لكنني رفضت ذلك بشدة وهدأته وقلت لهم ان نصر الله قريب، والله تعالى يقول الا ان نصر الله قريب. فعلى امريكا والمجلس العسكري ان يقدروا هذا الشعور اتجاه الاسرة على الرغم من اكتواء الاسرة بنار الاسد والحزن على غيبة والد طيلة هذه الفترة. عبد الرحمن يا عبد الرحمن قبلنا فداك يا عبد الرحمن يا حكومة أمريكية عايز ليش احنا الحرية يا حكومة أمريكية عايز ليش احنا الحرية يا سفير يا سفير كثير من الناس يدعونني بخروج ويدعون الأسرة بخروج مسيرات بعد صلاة الجمعة من المساجد الكبرى. كثير من الناس يدعون الأسرة بالتنسيق معها بخروج مسيرات بعد صلاة الجمعة من المساجد الكبرى بالقاهرة متوجهة للسفارة الأمريكية، خاصة وأن كثير من العلماء الآن تضامنوا وتفاعلوا مع هذا العالم، وهم يقولون لي أنهم تأخروا كثيرا في نصرة الشيخ، فلو دعوناهم لذلك فأنا أعلم أنهم سيلبون تلك الدعوة، وأنتم تعلمون مدى تأثر الشباب بعلمائهم. وإن كنت قد تبنيت هذه الفكرة في أول الأمر، لكن خشيت بازدياد الأعداد لا نملك ضبط النظام خلاصة القول، فأنتم يا أمريكا تضعوننا في ظروف نفسية سيئة والتي بها أظهرناها للرأي العام، والتي جعلت كثير من الناس متفاعلا مع هذه القضية بشدة، حتى أصحاب التوجهات غير الإسلامية المختلفة، مما جعل الأسرة تحت ضغوط شديدة، خاصة وبعد هذه الثورة المجيدة التي جعلت الناس يتنفسون الصعداء ويتحررون من العمودية والاستعباد الذي عشناه لفترة طويلة. فنريد حلا جذريا وسريع لهذه القضية قبل ان يخرج الامر من اطار الاسرة التي ظلت تلك الفترة الطويلة هي التي تتبنى هذه القضية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه. فنود من الإدارة الأمريكية أن تنسق مع المجلس العسكري في حل هذه القضية في أسرع وقت، وأن تعلمنا بذلك حتى لا نحتاج إلى وقفات أخرى أو الشروع في الاعتصام. وأخيرا جئنا هنا اليوم لكي نضع بين أيديكم ما يدور في أذهان الناس، وحتى تقدر كيفية تعامل الأسرة مع السفارة الأمريكية ومع الجيش ومع الشرطة، وأنها ترفع شعار دائما وأبداً
سلمية سلمية، وأن تفهم الإدارة أن ثورة الغضب تختلف ترجمتها من إنسان لإنسان آخر، وهذا ليس تهديدا وإنما هو حقيقة لا بد أن نعيها ونفهمها جيدا. يا مشير يا مشير يا مشير يا مشير الشيخ عمر نصر ياسين، الشيخ عمر نصر ياسين، يا مشير يا مشير يا مشير يا مشير الشيخ عمر نصر ياسين، الشيخ عمر نصر ياسين. شيخ الأزهر صوتك فين؟ شيخ الأزهر صوتك فين؟ شيخنا غايب من سنين، شيخنا غايب من سنين. صوت الأزهر فين؟ شيخنا غايب من سنين، شيخنا غايب من سنين. واحد اثنين الشيخ عمر فين؟ 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 هذا هو